الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الحوثيين. مسؤولون أمريكيون يؤكدون عزم ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. قوات النظام السوري تواصل قصفها على حما وسقوط مزيد من الضحايا. النشرة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، أهلا وسهلا بكم. صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتنامو ووصوله إلى المملكة مساء أمس الأربعاء، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم. وأوضح المتحدث الرسمي بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. تواصل الميليشيات الحوثية عبثها بحياة الأطفال والنساء في اليمن دون مراعاة للمبادئ الإنسانية، وذلك بعد استهدافها للمرة الثالثة مركز إعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا ضحايا للحوثيين. لم تكتفي ميليشيا الحوثي الإيرانية بتجنيد الأطفال واستغلالهم كدروع لها في جبهات القتال، بل وتجاوزت هذا الجرم بقصف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة اليمنية، مما أثار حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال الذين يخضعون للتأهيل النفسي والاجتماعي. معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة دان بشدة هذه الجريمة الحوثية، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بإدانة هذا الاستهداف المباشر الغاشم لمؤسسات مدنية إنسانية بحتة. كما استنكر الدكتور الربيعة تكرار التعنت الحوثي وإصرار ميليشياته المتواصل على استهداف الأطفال، مبينا أن هذا الاستهداف هو الثالث خلال شهر للمركز الذي يهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية لأطفال كانوا ضحايا للممارسات الحوثية. وبين معاليه أنه تم إبلاغ لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بهذا الفعل المشين الذي اقترفته هذه الميليشيات المارقة عن القانون الدولي، كما وجه مسؤولي المركز بالإخلاء العاجل للأطفال إلى أماكن آمنة للحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين فيه. وبهذه الجريمة تثبت ميليشيا الحوثي الإيرانية أنها لا ترضى لأطفال اليمن إلا أن يكونوا دروعا لها في المعارك، وترفض بأن ينعم أهل اليمن بأطفالهم وأن يعيشوا بسلام. إلى ذلك أثنى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر بالوقفة الصادقة للمملكة وحكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد ودعمها لليمن وأهله. جاء ذلك خلال زيارة مستشفى هيئة مأرب أمس، حيث التقى الفريق الطبي الذي يضم 25 طبيبا من تخصصات عدة. وثمن نائب الرئيس اليمني الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بالخدمات التي يقوم بها الفريق الطبي في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب. ويأتي المشروع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. ولتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن مستشفى هيئة مأرب المدعوم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معنا عبر الهاتف الدكتور عبدالله الوادعي نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية. دكتور عبد الله اهلا بك معنا في اخبار القناه السعوديه، وبدايه حدثنا عن الخدمات التي يقدمها الفريق الطبي للاشقاء اليمنيين في محافظه مأرب. اهلا بكم باهلي في مملكتي الحبيبه الذين يشاهدون نشرتكم. المهمه الطبيه هي كما اسلفت انت في انا بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه
مع شريك ملبي النداء الذي رعاه سمو الأمير تركي بن طلال. وهذه المهمة هي مهمة طبية نوعية تمتد لثمانية أيام، ومهمتها هي خدمة جرحى الحرب اليمنيين في محافظة مأرب. يوجد في المهمة عدة تخصصات منها جراحة المخ. نعم. تفضل دكتور عبد الله. إذا فقد الاتصال مشاهدينا الكرام. الدكتور عبد الله الوادعي نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية حدثنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. رصد الجيش اليمني خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 100 خبير إيراني في صعدة يقدمون الدعم اللوجستي والتقني للميليشيات الحوثية، إضافة إلى ترسانة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة مثل الصواريخ البالستية المنتشرة في مدينة صعدة وكهوفها. شرعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الآونة الأخيرة في إرسال أعداد كبيرة من الخبراء الإيرانيين لصعدة، مسقط رأس زعيم الإنقلابيين عبد الملك الحوثي والمحطة الرئيسية لتخزين الأسلحة، بهدف وقف تقدم القوات الشرعية نحو المدينة التي جرى تطويقها من 5 محاور رئيسية. هؤلاء الخبراء الإيرانيون يقومون بتدريب الميليشيات الحوثية على زرع الألغام واستخدام المعدات الثقيلة وإطلاق صواريخ بشكل عشوائي وكثيف. ورغم هذه المحاولات إلا أن أبطال الجيش اليمني يواصلون تقدمهم في مختلف جبهات اليمن، حيث تمكنوا بمساندة من طيران التحالف العربي من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في صعدة. أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع المملكة المغربية في قرارها بقطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفة أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي إن التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وذلك بحلول 12 مايو. وكان الرئيس الأمريكي قد وصف هذا الاتفاق بأنه واحد من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق. توالت تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين عن عزم الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم في عام 2015. مصادر مقربة من البيت الأبيض قالت إن ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق بحلول 12 مايو، بعدما وصفه في كثير من المناسبات بأنه واحد من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق. بدوره وصف وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو الاتفاق النووي مع إيران بالمعيب، محذرا من سلوكها الخبيث في المنطقة. ويرى محللون أن هذا الاتفاق ساهم في زيادة سياسة إيران العدوانية وتماديها في الإمعان بالتدخل في شؤون الدول الأخرى خدمة لأجنداتها الطائفية والتوسعية. ورغم محاولات طهران التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي، أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع الطاقة الإيراني سيتأثر بقوة في حال تم إعادة فرض العقوبات. طهران تواصل تحديها للمجتمع الدولي وتهدد بتخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق، رافضة أي تعديل من شأنه لجم الأطماع والمشاريع التوسعية التي تخطط لها منذ عقود.
أعلن الجيش الروسي اليوم عن سقوط طائرة روسية من طراز سوخوي في سوريا ومقتل طيارين اثنين. من جانب آخر، تعرضت مناطق في قرية حصرايا وأطراف قرية الزكاة في الريف الشمالي لحماة لقصف مدفعي من قوات النظام، خلف العشرات من قتيل وجريح، كما استهدف القصف مناطق في بلدة كفر زيتا وقرية الصياد في الريف ذاته، وسط استهداف ضل مناطق في قرية الحويز الواقعة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي دون ورود معلومات عن إصابات. أعادت الحكومة الإسترالية تصنيف منظمة الأمن الخارجي لميليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية لمدة 3 سنوات. أوضح وزير الأمن الداخلي الإسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه أن منظمة الأمن الخارجي هي منظمة حزب الله المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، مبينا أن قرار الحكومة الإسترالية بإعادة إدراج هذه المنظمة يعكس التزام إستراليا المستمر بالقوانين القوية لمكافحة الإرهاب. ومن الأراضي المحتلة، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة الجمعة الماضية خلال مشاركته في مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا فجر اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة وقامت بتفتيش عدد من المنازل. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم إنه متفائل بشأن احتمالات إحراز التقدم في مسألة برنامج كوريا الشمالية النووي بعد التحركات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة من بيونغ يانغ وسول وواشنطن. وقال غوتيريش إن ذلك يصب في مصلحة الكوريين الشماليين الذين تأثروا بشكل كبير بسبب العقوبات، ويصب في مصلحة الكوريين الجنوبيين الذين يحتاجون للسلام والأمن، مضيفا إلى أن واشنطن تهدف إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. آلاف القطع الأثرية ترجع إلى عام 2100 قبل الميلاد تعود للعراق. أهلا بكم. أعادت الولايات المتحدة نحو 3800 قطعة أثرية بين ألواح مسمارية سومرية ترجع إلى عام 2100 قبل الميلاد إلى مسؤولين عراقيين في واشنطن اليوم، بعد أن تم تهريبها من العراق بشكل غير مشروع إلى متاجر هوبي لوبي. وسلم مسؤولون في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية القطع الأثرية للسفير العراقي فريد ياسين في مقر إقامته بواشنطن. وفي أخبار الاقتصاد، أنهى مؤشر سوق الأسهم المحلية اليوم تداولاته على ارتفاع بلغ 8 نقاط، ليغلق المؤشر عند مستوى 8107 نقاط وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات ريال. نشرة بأحوال الطقس مع الزميل عقيل العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية. مشيئة الله تعالى، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد، وذلك على مرتفعات منطقة عسير وجازان وأجزاء من منطقة نجران والباحة، وقد تمتد بإذن الله تعالى حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف، وكذلك بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، كذلك على بعض الأجزاء الغربية خاصة من منطقة الرياض وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم والمنطقة الشرقية، وقد تكون مصحوبة برياح هابطة من السحب الرعدية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشرق المملكة، بالإضافة إلى منطقة القصيم وحائل.
نتوقع بإذن الله تعالى إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خاصة على بعض أجزاء منطقة حائل في الحائط وما جاورها في منطقة حائل. حاليا انخفاض واضح وملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية في هذه المنطقة، كذلك الحال على المناطق أقصى المناطق الشمالية الشرقية في منطقة حفر باطن، عوالق ترابية وأتربة مثارة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أقل من 5 كيلومترات، بالإضافة إلى منطقة نجران حيث حاليا ترصد مراصد الرئاسة العامة الهيئة العامة لأرصاد حماية البيئة انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية في منطقة نجران بحدود 2500 متر بسبب العوالق والأتربة المثارة، والرياح نشطة على معظم المناطق الوسطى من المملكة والشمالية، ونتوقع بإذن الله تعالى ظهور بعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية خلال 24 ساعة على أقصى المناطق الشمالية الغربية. في مكة المكرمة وصلت درجات الحرارة ظهر هذا اليوم إلى 40 درجة مئوية والصغرى 29، المدينة المنورة 38-25، ولا يستبعد ظهور بعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية. في العاصمة الرياض 36-25 وأجواء غائمة لغائمة جزئيا على العاصمة، ولا يستبعد سحب ركامية رعدية خاصة على أقصى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض. في الساحل الشرقي من المملكة تصل درجات الحرارة في الدمام بإذن الله تعالى إلى 35 درجة مئوية والصغرى 28، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الشمالية الشرقية 36 في بريدة و32 في حائل و33 في سكاكا 29 في عرعر. في تبوك نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون درجات الحرارة بحدود 36 درجة مئوية كعظمى. في محافظة جدة 38 درجة الحرارة المتوقعة والصغرى 26 درجة مئوية، والأجواء مستقرة على طول الساحل الغربي من المملكة. في الباحة 26 درجة مئوية 16، وظهور بعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار خاصة على شرق منطقة الباحة في محافظة العقيق وما جاورها وكلما اتجهنا شرقا، كذلك الحال على منطقة عسير سحب ركامية رعدية ممطرة خاصة على المرتفعات في جبال السودة، وكذلك على ظهران الجنوب وعلى الربوعة وما جاورها، وكذلك الحال على أحد الرفيدة وما جاورها وفي خميس مشيط. وفي نجران لا يستبعد ظهور السحب الركامية الرعدية بإذن الله تعالى مساء هذا اليوم، و32 درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية. أما في جزان فتكون درجات الحرارة 36 درجة مئوية وسحب ركامية رعدية مع هطول متوقع غزير الأمطار خاصة على المرتفعات الشرقية من جزان في جبال فيفا وبني مالك، يتوقع أن يصاحبها حبات البرد لذلك نلفت الانتباه. 36 كعظمى 29 كصغرى متوقع بإذن الله تعالى، والأجواء مستقرة على السواحل، ولكن لا يستبعد السحب الركامية الرعدية تؤثر برياحها الهابطة على سواحل منطقة جازان. هذا كل ما في النشرة الجوية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، في أمر الله ورعايته. شكرا عقيل. في ختام النشرة مشاهدينا الكرام هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الحوثيين. مسؤولون أمريكيون يؤكدون عزم ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. قوات النظام السوري تواصل قصفها على حماة وسقوط مزيد من الضحايا. في ختام النشرة تحية لكم، في أمان الله.